والله متابعينا الأعزاء، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله أموركم تمام. قاعد وضايج بالبيت وتريد تتونس وتكون صداقات، جبت لك اليوم تطبيق كلش رائع، تطبيق نادي. هذا التطبيق رابطه بالوصف، تقدر تنزله وتستمتع به، تدخل إلى الغرف وتدردش مع الأصدقاء. تابع وياي الفيديو حتى تفتهم طريقة تسجيل الدخول وطريقة الدخول إلى الغرف والانضمام وإرسال الهدايا واستقبال هدايا. يلا بينا نضغط إلى تطبيق نادي، ننتظر على ما يتنفتح ويانا التطبيق بالواجهة الرئيسية. حاليا يقول لنا ثلاث طرق لتسجيل الدخول اللي هي جوجل، فيسبوك، ورقم موبايل. حاليا راح أسجل دخول عن طريق الجوجل وارجع لكم. حاليا سجلنا دخول عن طريق الجوجل، هذه هي الواجهة الرئيسية للتطبيق، هذه هي الغرف الدردشة. خلنا نحول اللغة، كيفية تحويل اللغة للغة العربية، وتابعوا ويانا الشرح. نضغط على ثلاث شرطات الموجودات في الأعلى، نروح على لانجوج، نختار اللغة العربية ونضغط موافق. حاليا راح يتحول ويانا التطبيق إلى اللغة العربية، وخرج وفتح مرة ثانية التطبيق. هذه هي الواجهة الرئيسية للتطبيق. حاليا خلنا نشرح كيفية جعل إطار داخل التطبيق وكيفية الدخول إلى الغرفة مع صورة ترحيبية، قد تكون سيارة وقد تكون غيرها من هذه الأمور. نضغط هنا على المتجر. هنا على المتجر عندك الإطارات، هذه هي مجموعة من الإطارات، تقدر تشتري أي إطار يعجبك وتخليه على صورتك الشخصية. هنا الهدايا، تقدر هذه الهدايا تستفاد من عدها في إرسالها داخل الغرف. حاليا مثل ما جاي تشوفون أنه الهدايا حاليا ما متوفرة. هذه هي الركوب، مثلا النسر، الدراجة، السيارة، فرس وغيرها من هذه الأمور، كل شيء موجود سعره. هذه الأسعار تقدر تشتريها، وراح أقول لك هاي بشنو تفيدك، تابع وياي الشرح. مثل ما جاي تشوفون كيفية شحن التطبيق، فقط تضغط على هنا على زائد، تختار عدد العملات اللي انت تريد تشحنها. ننتظر على ما يتم فتح عملية الشحن. حاليا انا اقدر اشحن سعر العملات اللي هي 14000 ب 26200 دينار عراقي. اقدر اشحن عن طريق الرقم الهاتف، بس انا حاليا رقم الهاتف غير متوفر، او تقدر تشحن عن طريق الفيزا او اي شيء متوفر داخل بلدك. هذه هي الطريقة، خلصنا من عدها ومن الشرح. هنا عندك الرسائل داخل التطبيق، هذه هي رسائل داخل التطبيق والدردشات. هنا عندك اللحظات، تقدر تنشر لحظاتك وبما تشعر به أنت، وتجد لحظات الأشخاص الآخرين والتعليق واللايك وغيرها. حاليا شرحت لكم كيفية عن طريقة الركوب عفوا وماذا تستفاد من عدها. هسا على سبيل المثال ندخل على أي غرفة، هذه شوف الترحيب اللي راح يصير، من داخل المتجر اللي شرحناه. مثل ما جاي تشوفون حاليا راح نخرج وندخل مره ثانيه، وش الصوت، ونختار طريقه الركوب او نروح على المحفظه على ثلاث شخطات اللي هنا، من ثم نروح على الحقيبه، بعدها نختار الركوب. هاي انت كل الاشياء تقدر تشتريها من المتجر وتضعها هنا. على سبيل المثال راح نختار هذه السياره، نضغط على ارتداء، نروح على الغرف، ندخل اي غرفة على سبيل المثال. تطبيق جدا حلو، تقدر تكون داخله صداقات ودردشات والعثور على أصدقاء من جميع دول الوطن العربي. أتمنى تستفادون من التطبيق، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. مع تحياتي للجميع.